هوبا حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا اساطير يا اساطير شباب، نزل اخيرا سكن عجله الانياب، ولا شو اسمه هذا السكن؟ عجله الانياب ولا سوى شوي شو كان السكن مسكن؟ حزمه الانياب الثلجيه يا اساطير. ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، ان شاء الله بخير وان شاء الله كل سلام يا احنا ناس. معلم هذا مولعه، هذا مولع معلم ومتوحش وكل شيء يا روعه. حبايبي الكرام، قبل ما نبلش المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسوا بزر اللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبي، لا تاخذونا شباب تاخذنا شوي على المقطع. حبايبي مثل ما انتم شايفين مباشره معنا هون يا حبايبي، نزل سكين جديد بال 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 باللعبه، اوكي؟ سكين احد سكنات الاباده، لايك شباب بتحمس كثير نحصل عليه، اوكي يا اساطير؟ نقول بسم الله. طبعا شباب قبل ما نعمل اي شيء لازم نشيل لاعبتين من هالاشياء ونبلش شباب نشوف حظنا، حظنا شباب ما انا بعرف يعني، معي 700 جوهره فوق، اوكي؟ ركز معي، معي 700 جوهره مثل ما انتم شايفين، معي 700 جوهره شباب، نشوف راح يطلع لنا ولا ما يطلع لنا، رش حمل ولا مش حمل، يلا نروح ليتس جو. الف الاول لفه، ليتس جو، روح يا قليل. يلا هي يا اخي. ما بعرف الحظ يعني، بعرف مثل كل مره يعني، بس شباب يعني الامل، يعني الامل لا ينتهي، الامل يعني انه نحصل على شيء شغله من اول لفه ولا ثاني لفه ولا ثالث لفه. بس هذول الجماعه اللي بيقولوا لي عليكم حصلنا على اول لفه بالدوال، لا الله يخليكم شباب، لا تزعلونا شباب بليز. يلا ليتس جو، هذا هو معلم ويلي حبيبي، والله حبيبي والله. شباب باقي لنا ثلاث لفات يا اساطير، سناخذ نروح على اليمين معلم، نروح على اليمين هون كمان حبيبي والله. طب شباب قبل اهم الشباب اذكركم بشيء كثير مهم حبايبي، الله يسعدكم حبايبي، نزلت لكم مقطع اسطوري شباب، اللي ما شاهد المقطع بتمنى من كل اسطوري يروح يشاهد المقطع بالقناه الثانيه يا اساطير، مقطع يعني كثير عليه متعوب عليه، لا كثير متعوب عليه، متعوب عليه شباب، بتمنى تروحوا تشوفوه شباب يا اساطير، حط لكم الرابط تحت بالوصف. نرجع للحرق. يلا هات لنشوف. يلا لا انا كنت مخربش شباب، ما لاحظت، نسيت الهي الاكل الطعام يا زلمه، قلت مفكر حالي انه راح ابين خلص باقي ثلاثه ما انتبهت. يلا لف الاخ هذا المعلم اخر الجوهر، راح نشحن، راح نضطر نشحن يا اساطير. اوكي حبايبي الكرام راح نشحن يا اساطير، معنا هون 9 جواهر، كم يلزمنا؟ يعني حنقول يعني 400 واللفه الاخيره كم يعني؟ 400 يا الهي يا الهي، يعني راح يلزمنا 1200 جوهره شباب، ليك شباب من غير نشحن جواهر يا اساطير، نشحن 1000 جواهر، وين الجواهر؟ نشحن الجواهر حبايبي الكرام، طبعا شباب مثل ما قلت لكم بشحن عن طريق جارينا شوب، الموقع الرسمي تاع اللعبه حبايبي، اسم الموقع شباب جارينا شوب، اكتبوا بالجوجل جارينا شوب والوضع يكون لوزلوز، اوكي؟ يلا تاك تاك. اعتقد هيك وصلنا جواهر، هيك وصلنا شوي جواهر 1200، خلينا نشحن كمان 200 جوهره حبيبي والله، وين صار 1299. يلا هاي اللفه الاخيره ولا لا؟ راح تجينا ولا لا معلم؟ ما 199 شاب بالضبط، على جوهره، على جوهره شاب، جوهره واحده شاب، شوفوا يا زلمه جوهره، بقت عندنا جوهره واحده، حزبه الياب الثلجيه التمانو، هذا الشيء الام 60 شباب، راح نجربه بالام 60، راح نجرب ابو الام 60، تعال هون يا جماعه تزويد، اوكي اوه عنده هذا كمان اللعيبه كمان عنده اوكي شباب، قبل ما نبلش في شباب راح ندخل نشوفه شوي شوي على رواق هذا السكين. الشعرات عندنا هون الشعرات شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا، شعراته شوي ضخمات بس يعني شيء مرتب. القناع، القناع معلم، قناع بخوف يا زلمه، اكثر احسن من هذا المعلم، هذا القناع شوف في هون نفاسات، ما نفاسات معلم يعني مشان يتنفس حبيبي والله. عندنا هون ال المكياج تاعه حبيبي والله، الجاكيته، الجاكيته الشباب لوز، البنطال طيب بس نغير الجاكيته عشان بحط شي جاكيته ثانيه، شوف الجاكيت والله الجاكيت يعني ماشي بشي بس، ولكن هيك شوي هون شوي ضخم، هون شوي ضخم، اوكي نرجع لهون نعمل هيك نشوف. بالنسبه للحذاء اقسم بالله الشباب الحذاء ما اعرف اذا عم تشوفوه هون، شوفوا شوفوا الحذاء شباب، الحذاء يا زلمه اكبر من راس الشخصيه كلها على بعضها، اوكي هاي بالنسبه للانياب شباب حبيبي والله. انا نسيت على كل وقف حاجب هل يا ترى شباب نقدر هذا بس للشاب، فكرت شاب وبنت بنفس الوقت، لا لا شاب بس. يلا شباب مثل كل مره يا اساطير ندخل نجرب السكين باللعب، مثل كل مره شباب روتين نجرب كل شيء باللعب، ومن بعد شباب راح نعمله شوي تغيير هيك نشوف تغيير اسطوري. يلا يا زلمه بلش يا زلمه، يخرب بيت سنتك
بلش ياض، بلش يول يا. اوكي ليديز اند جنتلمان، اعزائي الكرام، السكين الجميل نعملكم زوم من قرب شباب مثل ما انتم شايفين. لا وقف شوي هيك، ما يمشي الحال هيك، يمشي الحال، نعملكم هيك عشان تشوفوا بشكل باللوز. هذا هو السكين شباب الحلوين، عدد يعني سكين يعني من سكينات الاباده شباب، دائما بيكونوا سكينات يعني نار 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 نار. نحول هون شباب ونحط الام 60 شباب. هذا معلم جايب الام 60، معناته معلم متوحش بالام 60، حط له الام 60 معلم وندخل نشوفه باللعب يا اساطير. طبعا الشعارات يعني والله ما بعرف، ما بعرف الصراحه شو بحط. ويلي حبيبي والله. اوه شوف الافكت شباب، شوف الافكت من ورا، شوف الافكت من ورا، اوبا شوف الافكت من ورا شباب، في زير دي الهيد شوت جبت. ويلي شوف الافكت شباب، شوف الافكت، شوف الافكت، شوف الافكت من ورا، شوفوا شوفوا معلم شوف. يا سلام حبيبي يا زلمه، يخرب بيت سكنتك، خلينا نعرف نشكلز الامر. تعال يا جميل تعال، واو شوف الافكت، تعال هون يا جميل تعال حبيبي والله. اوه معلم ولك ولك ولك، انا 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 حبيبي والله. يا صراحة شوف الافكت تعال. كم تقييم هذا السكين شباب؟ انا صراحة تقييمي لهذا السكين شباب 6 على 10 يعني. اوي قولي 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 يا زلمة يا زلمة. انا شباب ها التنين ما في رحمة شباب، التنين ما في رحمة شباب، التنين ما في رحمة شباب، ما في رحمة بالتنين شباب يا اخي والله. حتى يا اخي داش، لا لا انا اللي انا 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 حبيبي والله يكفي خلاص يكفي شباب يكفي. خلينا نروح شباب راح نشوف الباب، كثير منكم بيطلب يعني انه 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 نغير. طبعا بالنسبه للبنطال شباب الصراحه البنطال يعني كثير كبير، راح نظبط نظبط تشكيله اسطوريه شباب تمام، طولوا بالكم. طبعا شباب حبيبي الكرام انا بالنسبه لي مثل كل مره شباب راح احط هذا هذا الحذاء اوكي، ونحط الجاز وهيك بكون حطينا الجاز يا اساطير. بالنسبه للشعارات حبايبي ما اعرف والله بالنسبه للشعارات يعني شو نقدر نعمل، بس التشاكيت يعني التشاكيت لازم يبقى لحاله. لا والله شباب هيك باللوز اللوز والله، ممكن ما بعرف يعني شو نشوف القناع، هو شباب هو القناع الشيء الاسطوري يعني بالله يعني. هنجرب نحط هذا مثلا ونحط هذا اللون ازرق. يا سلام يا سلام عليك يا جميل والله، شيء باللوز معلم. اوكي حبايبي الكرام ليديز اند جنتلمان، شو استفدتوا معنا؟ اوكي يا اساطير هيك بكون تمام مقطعنا اليوم حبايبي. ان شاء الله انبسطتوا معنا. اوكي شوف 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 يا زلمه، شوف التنين يا اخي، شوف التنين، شوف التنين شباب. رح اتاكد من شيء ضروري شباب، هي تفيل هالسكين بيخفي بيخفي الحقيبه يا اخي، بيخفي الحقيبة شباب. هذا السكين فيه ميزة بيخفي الحقيبة يعني شباب، يعني من ورا ما ما يلزم اغلق حقيبة معلم، يعني بتمشي هيك معلم بدون حقيبة ما تطلع ما تبين الحقيبة. قلت لحالي في شيء في شيء نسيته، لا حبيت مو نسيته بس حبيت اتاكد منه. ليديز اند جنتلمان هيك بيكون تمام اخذنا اليوم حبايبنا الكرام، لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك والبرتاج وهذا كل الاشياء الحلوة حبيبي والله، ولا تنسوا قناة ثانية شباب، قناة مخصصة للجلد العصطوري ولوز اللوز. شكرا على خير، تشاو.